اخوات، مرحبا بكم جديد معنا والكرياسيون. اليوم ما غاديش نقول درس، ولكن هي غير معلومه او كما نقولوا حيله بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم مشكل في لاماشين. ما كي سنان هاد السنان هادو ما تجروش الثوب، بمعنى انه ملي كنكون كنخدم الثوب ما تيتجرش بوحدو، يعني ها انا دابا هانت ما نقيسش فيه، هاو لاماشين جاره بوحدها، واضح؟ كاين بعض الاخوات اللي عندهم مشكل اننا ملي كتكون خدامه كتضطر انها تبقى تجر من هنا باش تعاونها باش تجر الثوب. يعني ملي كتكون الماكينه كديرها كتعذب، وبعض المرات كيكون المشكل حتى منها كتبقى تخرص، وحتى الغرزه كتكون مزيره بزاف. بون، كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل؟ هذا مشكل بسيط. منين كان كيفاش كنحلوه؟ انا غادي نوريكم دابا بالنسبه لي انا ملي كنوقف بحال هذا المشكل شنو الحل اللي كندير. اول حاجه كندير هي الماكينه كنقلبها بحال الطريقه اللي كنبغي. بحال غادي نبدلها الزيت، بسم الله، بهذه الطريقه هذه. ملي كنقلبها شنو كندير من بعد؟ كنجي لهاد المسمار، بلاتي نحاول نقد لك باش نشرح لكم مزيان. هاد المسمار هذا، ها هو هذا، راه تيكون في جميع الماكينات هاد المسمار هذا اللي تيكون هنا. كنحلو منين كيتفتح، انا حاولت نصور لكم من زاويه اوضح. منين كيتحل هذا المسمار هذا كيف ما قلت لكم، تنبقى كيعطيني واحد السهوله اني كنقدر نحركو. ها نتوما ملي كنحرك هذه البلاصه هذه، هاد السنين تيطلعوا وكيهبطوا. انا شنو كندير؟ كنحاول نقادهم بطريقه انهم يكونوا باينين، ولكن ماشي يكونوا طالعين بزاف، غير يبانوا لي من لان المشكل ديال الثوب ملي كيكون مكيتجبدش تيكونوا هاد السنان هادو، هاد السنان هابطين، داكشي علاش مكيساعدوش الثوب انه يتجبد. اشنو كندير انا؟ هاد السنان كنحاول هاد المسمار اللي لتحت كنحركو بواحد الطريقه انه نقادهم يبانوا لي غير واحد الشوي من هنا، وكنزير كنحاول نشدو يبقى على داك نثابت على داك المستوى. ها نتوما دابا الا لاحظتوا، ها نتوما منين وركت هنا بالطورنوفيس اشنو وقع؟ من هنا طلعوا. الا زيرتو بحال هكذا انا ما غاديش يبقى يتحرك لي كاع الثوب، غادي يبقى في بلاصتو، غادي يبقى ما يتحركش، غيبقى يتجمع لي الثوب في هذه البلاصه. ها نتوما كنحاول اني نقادته بهذه الطريقه هذه، ما يكونوش طالعين، يلاه يبانوا لي هاد السنينات هادو. كنحاول نشرح بواحد البساطه غير باش كلشي يفهم، يلاه يبانوا لي هاد السنينات يكونوا طالعين على هاد السطح هذا غير بشوي. وكنحاول نحتفظ داك نشد في هاد المسمار باش ما ينوركش عليه عاود ويخرجوا من هنا يطلعوا. وكنزير الفيس اللي فتحته في الاول، كنحاول نزيره عاود، نزيره مزيان صافي. من بعد صافي كنرد الماكينه كما كانت. من بعد ما رديت الماكينه كما كانت صافي كنحط الثوب ديالي وكنجر. ها هو الثوب كيبقى كيتجر بوحدو، ها نتوما شفتو، ما كنحتاجش اني انا نعاونو، يعني ما مشداش فيه كاع، ماشي بوحدو، بلا ما نحتاج كل مره نبقى نجر ومعذبه وتنجر، كيخلق لي مشكل يعني. وكتخفاف حتى الماكينه كتخفاف، ما كتبقاش نفس، ما كيبقاش عندها نفس الثقوليه ديال الاول. وبحال ها نتوما والغرزه نقيه كما هنا كما هنا، ما مزيراش وما مخرصاش. كنتمنى ان المعلومه تكون فاتكم، وان شاء الله كل مره نشارك معكم اش نقول لكم، ماشي فكره، ماشي مهم، حيله يعني، عوض ما نبقى انا توقف لي الماكينه نعيط على المعلم اجي نوقف الخدمه ديالي. كاينين الحوايج اللي تيكونوا بساط ممكن اني نفكهم غير بوحدي، وما يوقع ليش داك يعني التعطال في الخدمه، نبقى واقفه نتسنى انا المعلم، بعض المرات ما تلقاش، ايمتى غادي يجيك المعلم؟ كاينين دي تروك لي ساهلين اللي نقدر نديرهم غير بوحدي.
والسلام عليكم ورحمة الله. اللي عندها شي تساؤل ولا سواء ما يخص الماكينة أو الفصالة أو بالنسبة للدروس اللي دازوا، مرحبا بها. كما قلت لكم مرحبا بها في لاباج ديال الفيسبوك، وكاينين أخوات اللي معنا في الجروب. اللي بغات دير التطبيق مرحبا وألف مرحبا، نصحوا معاها ونبقى معاها يعني فاش ما احتاجتوني. مرحبا، الحاجة اللي نعرفها راني ما نبخلش بها. والسلام عليكم ورحمة الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافدو حتى هما. يلا السلام عليكم ورحمة الله.